ان انت تبقى ملم باللغة العربية شيء صعب مش سهل. ما ينفعش اقول دي ثقة، ما ينفعش اقول دي انا عندي دي ثقة، ما ينفعش. سامع، عايزين نقول لك الف مبروك، وما بيننا معاد عمل شغل جامد قوي الحمد لله. مبدئيا كده مواعيدك اخبارها ايه بقى؟ بنتكلم في الميعاد والمواعيد، فانت مبدئيا مواعيدك مظبوطه طول الوقت؟ طول الوقت لا طبعا، في اوقات واوقات حسب الصحه. انت من النوع اللي ممكن حد يتصل بيه انا خلاص جاهز اهوت وانت اصلا نايم في السرير ولسه على ما تكبر؟ طبعا بعمل ده طبعا. حلو قوي. طبعا. بس ساعة التصوير لا، ما هو انا بعمل ده بسبب ان انا ببقى قبلها عندي بقالي 3 شهور بصور، فطبيعي لما يكلمني يقول لي والله تعالى ننزل ناكل اقول له طيب ماشي وانام. بس لا، في التصوير التزام عشان ليا انا، ما انا لو رحت متاخر الموضوع هيتداعى عليا، انا اللي مش هبقى مركز، وانا اللي مش هبقى حافظ كويس، وانا اللي هيبقى مؤخر الاوردر، فانا هبقى متوتر طول الوقت. بتبدا التاخير كتير بيبدا يبني العلاقات ما تبقاش واضحه وصريحه، يعني في الاخر هيدوني الميعاد قبلها بساعتين عشان اعرف ان انا بتاخر، فاروح مره بدري فلاقي فلا بحبش اخش في الوصل ده في الشغل الصراحه. عامه لو الشغل انا بلتزم على قد ما اقدر. عجبني حصة اللغه العربيه اللي حصلت. الندوه، انت اصلا ايه حكايتك مع اللغه العربيه؟ انا من وانا في المدرسه، انا كنت في مدرسه اسلاميه كانوا بيدرسونا اللغه العربيه. أزهر؟ أزهر؟ لا، مدرسه اسلاميه في المنصوره. وانا يعني من الناس الرخمه بتاعت ان احنا عرب ودي لغتنا، وبتضايق جدا 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 حقيقي لما بلاقي ان في شباب صغيره او في نفس سني وهم ما يعرفوش المرادفات وما يعرفوش النطق وما يعرفوش الحاجات، ومثلا يبقى لبلب في الانجليزي. انا ما عنديش مشكله، كلنا لبلب في الانجليزي وكلنا عاري اتس كونترست وتمام بنعرف، بس ما ينفعش تبقى عارف كده وانت مثلا مش بتقول القاف كاف وبتقول الكاف قاف وتقول السين ده والنضج بالدال والحاجات دي. الحاجات دي شخصيا بتضايقني. اللغه العربيه ازهر برضه، فاكيد انت هتبقى فاهم انا بتكلم في ايه. ببقى عايز لا يا جماعه، بالعكس على فكره هي اصعب ان انت تبقى ملم باللغه العربيه شيء صعب مش سهل. فلما تبقاش ملم بيه خالص دي مش حاسسها. اللي مضايقني الصراحه ان حاسسها بقت يعني الناس ايه ده، انت تعرف عربي، انت مختلف. لا يا جماعه، والكتابات بتبقى خاطئه والحاجات دي. فانا نفسي لو يعني كويس انت طرحت السؤال ده الصراحه. لا انا نفسي لو هانيشيت انا حاجه او ابقى انا جزء من حاجه ان احنا نرجع للغه العربيه. انا ما بقولش ان احنا نتكلم مع بعضنا باللغه العربيه الفصحى وكيف حالك يا اخي، ما بقولش كده، بس تبقى عارف تكتب، تبقى عارف تكتب الكلام صح عشان دي لغتنا، ده اصلنا. فانا حقيقي نفسي جدا جدا نرجع للموضوع ده نبقى عارفينه. وانا مش طالب من الناس انها تبقى ماشيه كذا وكذا، عادي انا ممكن اقول الثه سين، بس انا بحس باهانه شخصيه جوايا. يعني ما ينفعش اقول دي ثقه، ما ينفعش اقول دي انا عندي دي ثقه، ما ينفعش، لان دي لغتنا. لما احنا مش عارفين نتكلم بلغتنا اللي احنا تربينا بيها واللي بنتكلم بيها في البيت واللي بنتكلم بيها في كل حته، على الاقل يبقى عندك عنها معلومه. يعني اسف طولت في الاجابه، بس عشان الموضوع حقيقي بيضايقني جدا. ونفسي لو في اي انشيتيف او اي حاجه موجوده اوريدي ومحتاجيني ابقى موجود فيها، انا عايز كل الشباب الصغيره تتربى من دلوقتي على ان احنا بقت الموضه ان احنا لازم نربيهم ان هم يتكلموا انجليزي وفرنساوي وما اعرفش ايه. طب ما عنديش مشكله بس يتكلموا عربي، طب يكتبوا العربي صح.